السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم. ها هو الاختلاف اللي كاين ما بين الفقاصه والزد ال. درنا واحد تيست باش نشوفوا درجه الحراره، ما كاينش فرق كبير، يعني تقريبا راه بحال بحال، تقريبا بحال بحال، ما كاين حتى شي فرق. لذلك هاد الفقاصات انا كنصح بهم شخصيا، يعني راني شاركتهم معكم وان شاء الله غادي نديروا فيهم واحد التفقيصه باذن الله. وبالنسبه لبعض الاخوان اللي خداهم من عندنا، راه حتى هما غادي يجربوهم وغادي يشاركوا معنا الفيديوهات. وهي الحراره كما كتشوفوا 37.6، الاخرى 37.8، طلعت 9، يعني راه ما كاينش شي اختلاف كبير. والرطوبه 47 اللي هي كاين 45، وهادشي اللي كاين الاخوان. والله يسخر للجميع، وتحيه لكم جميعا. هي طلعت هذه 38، هذه دابا طلعت 37.8، هي شفتوا فرق جوج درجات، ما كاينش فرق كبير.